صباح الخير، صباح النور على كل متابعينا مرة أخرى. بما أنه اليوم عيد المرأة، نحب نقدم تحية لكل مرأة تشاهد فينا اليوم، وبهي المناسبة نحب نحكي لكم شوية على تأثير أو أهمية الرياضة بالنسبة للمرأة. كان نشوفوا في الأعوام الأخيرة أنه ممارسة الرياضة صارت توندونس أو حديث العصر، وثار ثم إقبال كبير على ممارسة الرياضة خاصة بالنسبة للمرأة. قاعدين نشوفوا في وعي كبير وثقافة عالية لفوائد وأهمية الرياضة، وقاعدة تأثر كتير في حياة المرأة، سواء كانت على مستوى الصحي أو على مستوى توازن الهرمونات أو محافظة على وزنها أو إنقاص الوزنها، بالإضافة أنه تبعث لها أو تعطيها شعور بالرضا والارتياح الذاتي، وتخليها تحب ذاتها، تحب جسدها كما هو، وتحاول أنه تزيدها في ثقة من نفسها اللي قاعدين نلاحظوا فيه ونشوفوه مع معاملتها مع الآخرين، بالإضافة أنها تزيدها في التوازن الانفعالي اللي هو يساهم بطريقة كبيرة في بناء مجتمع صحي وواعي. خاطرنا الكل نعرفوا أنه المرأة عندها دور مهم في بناء المجتمع، سواء في المنزل وإلا في العمل. هكا نجم نقولوا أنه علاقة المرأة والرياضة ما تختصرش كان من باب الصحة من باب التسلية والترفيه، بل كمان عندها باب اللي هو الصحة والعافية. بأنه اليوم عيد المرأة، ممكن تهدي لحالك أحسن هدية أنك تهتمي بحالك، تهتمي بجسمك، وتبلشي تتدربي وتعتني بصحتك. اليوم بدنا نبلش بتمريناتنا. مش محتاجة أنك تعملي إحماء ولا شيء، هاي تمرينات بسيطة ممكن تخليكي تكملي باقي نهارك مرتاحة. خلينا نبلش بأول تمرين. نفتح رجلينا شوي بس، ارفعي إيديكي فوق، ننزل شوي شوي لتحت لحد ما يصير الحوض تبعك لورا، ظهرك مستقيم ورجعي لفوق. ركز على التنفس، اسحبي النفس وانتي عم تنزلي ونطالع النفس واحنا عم نقوم. نعيد مرة ثانية، حافظي على استقامة ظهرك، رقبتك وظهرك بنفس الخط، اجرينا تكون مثنية شوي وننزلي. هاي التمارينات بتركز كتير على النفس. برافو عليكي. ممكن تستعملي هاي التمارينات باستعمال الوقت منشان تضلي مركزة على النفس من دون ما تضلي عم بتعدي. آخر مرة، برافو عليكي. نمر للتمارين اللي بعده. نفتح إجرينا شوي، ارفعي إيديكي هون لمستوى الأذن، ترفعي ركبتك، أوكي، تفتحي يديك وتتلفي على اليمين وترجعي تنزليها. نغير الإجر، واحد، نرفع الركبة، نلف، نتأكد أنه عم بنلف بس بجسمنا، الأعضاء العلوية للجسم مش أعضاء السفلية للجسم. ترفعي ونزلي. برافو عليكي. شدي عضلة بطنك، حافظي على استقامة ظهرك. لو حسيتي هاي التمرين صعب عليك ومش قادرة تتوازني، ممكني تمسكي عصا بإيديكي من هون، تشتغلي هيك، تلفي ترجعي وتغيري الإيدين، دايما ضلي مشان تكوني متوازنة. برافو، برافو عليك. خلينا نمر للتمرين اللي بعده. نفتح إجرينا أكثر شوي من الحوض، أصابعنا تكون متجهة لبرا، ركبتنا كمان لبرا. تفتحي إيديكي هون، انزلي شوي شوي سكوات لتحت، ولما تقومي تاخدي كل جسمك أو أعضائك العلوية على اليسار ونرجع. أخذ النفس لما ننزل ونطالعه لما نطلع. خليكي مركزة بس بالنفس، ما تفكري بولا شيء وانتي عم تعملي التمارينات.
منزل بإجرينا، ما منزل بظهرنا، ونحافظ على استقامة الظهر تبعنا. ادفعي بأسفل قدمك من تحت مشان تطلعي لفوق. برافو عليك. خلينا نمر للتمارين اللي بعده. ممكن تحطي ايديكي هون مشان تتوازني، او مثل ما قلت لك تيجي بعصاب تحط تمسكيها بايديكي وترفعي اجريكي لفوق وتنزلي شوي شوي. ما نتسرع بهالتمارينات، حافظي على استقامة ظهرك. في هالتمارين بنكون مركزين بس على الشغل على اجر واحدة، دايما جسمك يكون شكل مستقيم. برافو عليك. نغير الإجر الثانية. برافو عليك. خلينا نمر للتمارين اللي بعده. خدي إجريكي لورا، نرفع إيدينا لفوق ونحاول نجيب ركبتنا وإيدينا مع بعض لقدام. واحد، نطالع النفس لما الركبة تيجي لقدام ونسحبه لما ترجع لورا. شدي عضلة بطنك منيح، ظهرك دائما مستقيم وثابت. برافو عليك. خليكي بنفس الاجر بس اطلقي ايديكي لفوق واعملي تفشي لاجريكي لورا شوي شوي من دون ما نحرك الظهر، من دون ما تعملي كل جسمك عم بيتحرك، ركزي بس على الاجرين من ورا. 1. شدي عضلة بطنك منيح، حافظي على استقامة جسمك، تنفسي. برافو عليك. خلينا نعمل نفس الشيء مع الإجر الثانية. برافو. هاي التمارينات كتير سهلة بس بتخليكي إنه تحركي كل جسمك الصباح، تعطيه النشاط وتقلل لك من التوتر. مرة التمرين اللي بعده على نفس الإجر. برافو عليك. خلينا هلا نمر للتمرينات واحنا جالسين على المات. نامي على ظهرك. دائما ننتبه لما ننام مع ظهرنا يكون ظهرنا فلات مع الارض، ما في مسافه بينه وبين الارض مشان ما تعوري ظهرك. شدي عضله بطنك، نطلق ايدينا لورا، نسحب اجرينا لعنا لحد يقربوا من الصدر ونطلقهم. طالعي النفس لما ركبتك تيجي لعند صدرك واسحبيه لما ترجعي. حاول تحافظي دايما ظهرك على الأرض. برافو عليك. مر للتمرين اللي بعده. نفتح إجرينا إيدينا، حاول نطلع بإيدينا عكس إجرينا، نلمس الإجرين ونرجع. 1. المسي اجريكي شوي شوي وارجعي. طالعي النفس لما تطلعي، اسحبيه لما ترجعي. برافو عليك. نمر لاخر تمرين واللي هو الجسر. ترفعي خصرك شوي شوي مع رفع الاجرين وارجعي نزلي. برافو عليكي. خليكي تعتمدي هاي التمارينات كل يوم منشان تعمليها روتين صباحي مشان يخليكي أكثر نشاط باقي اليوم.